لي مكة مضروبة، مكة مضروبة. كل انت حاسة ان هي فيها حاجة غلط؟ ايوة، بدليل ان هي رجلها بقت تتنفض من تحت. انا مش عارفة هو يعني، حاسة ان هو عامل فيها حاجة من ورا. معنى الاصح البنت كتبتش خلينا خلعها، مرديش يطلب دكتور، ومرديش يطلب دكتور، ومرديش يروح معايا للدكتور. يقعد يمسكها يبصها ويقول لها حقك عليا يا مكة، انا بضربك وبعمل معاكي حاجة مع تيتا اصلا. انا وقعت في الحمام بتشاور على جوز امها، عرفت ان هو ضربها. قلت له بتضربها ليه؟ قال ما ضربتهاش. قلت له لا، انت ضربها، ما تقولش انا مش ضربها، انت ضربها. هات لي طبتك خلينا نقوم نوديها للدكتور. لقيت وش صفر وراح لون وجلون ومش عايز يروح اي حته. ايه عشان مكة ماتت؟ قلت له وانت صادق مكة اتقتلت؟ كنت حاسة ان ايوه وقايلة لامه الكلام ده. قلت لها بنتي لو جرى لها حاجة انا مش هسكت. من فوق مش قادرة تمشي على رجلها وكتفها. قال لها مالك يا مكة؟ قاعدة ورا الباب بتاع باب الشقة. بقول لها خد يا مكة. في الاخر رحت مزعلة قلت لها خد يا مكة، اي ما تعرج على رجلها. بقول لها مالك يا مكة؟ قالت لي قولي لنا تفاصيل الواقعة. كان يوم حد، انا رحت اتصلوا بيا قالوا تعالي عشان مكة عايزة تشوفك. وانا رحت قعدت، فلما رحت وقعدت وشفت الوضع ما عجبنيش خالص، لاني لقيته انسان لا يساوي ان ده يكون اب. لا، كل ما تيجي البنت جنبي يقول لها ما تروحش جنبها، تعالي هنا، وياخدها ويخرج بره ويروح هنا. البنت جايه، هو انت كل ما تيجي عندنا هنا تعملي مشكله؟ قلت له يا عم انا بعمل مشكله، دي بنتي واخدها، انا عايزاها. هي كانت قاعده عندي اساسا، بس هو اللي فضل يحرب لحد ما خدوها. جيت قعدت بعت لها بالمرهم الموجود ده رجلها وكتفها. البنت بقت تصرخ يا عيني من كتفها وتقول لي خلاص يا تيتا، والنبي خلاص يا تيتا. قلت لها خلاص يا حبيبتي اقعدي جنب. اول ما شاف قعد في علامات زرع على جسمها او اي كده؟ لا، ما لحقتهاش هدومها. انا دعكت لها من جوه وحطيت ايدي من جوه كده ودعكت لها، بس رجلها اللي كانت مش قادره تدوس عليها جاي وكتفها مش قادره، بس انا ما خلحتهاش لانه هو مرضيش. ويقول لي هو انت كل ما تيجي تعملي مشكله؟ قلت له يا عم انت اللي بتعمل المشاكل، انا ما بعملش مشاكل. كل ما لقيت بتعمل حاجه في بنتي تروح عامل الازعرينا دي. طب حاولتي تتكلمي معاها مثلا او تساليها؟ هو منزلها من فوق مفهمها ان انت لو قلت حاجه غير كده انت حره، بدليل ان انا البنت اجيبها من هنا اجيبها لهنا. تقول لي انا وقعت من الحمام يا تيتا وتشاور لي عليه، يعني معناته ان هو ضاربها فوق ومحفظها الكلام. ادوبك انا طبعا لما شفت المنظر جت بنتي من الشغل، فقاعدين بنتكلم. قلت لها يا ساره بنتك مضروبه، بنتك هو ضاربها. قال لها حوش الولايه دي من هنا بقى، وراح مدور فيا ايه الشتيمه وقله الادب. رحت طبعا ما فيش واحده هتقعد تستعمل شتيمه جوز بنتها. رحت واخده بعده ورحت ماشيه. واحنا قاعدين يا حبيبتي انا قاعده مقرفه في الشارع، عماله كل اللي رايح واللي جاي اقول له هات لي. طيب هي سلوكه كان في حاجه مثلا بتقول ان هو ما كانش مجرد تعذيب بس؟ هو اسلوبه اساسا انا بشوفه قدام شيطان مش بنادي. كل ما يكلمني احس ان شيطان واقف قدامي. انا قلت له كذا مره انت شيطان مش بنادي. طب حضرتك كنت قلت لنا في الكواليس انه لما كانت موجوده عندك اخر مره كنت بتحسي من سلوكه هو او في حركات غريبه بتطلع منه تجاهها؟ ايوه. وضح لنا مثلا ايه اللي كنت بتشوفيه؟ كنت بشوف معلش حقك عليا. رحت بصله كده من فوق لتحت، قلت له يعني دي تفلت تعمل فيها كل اللي بتقوله ده؟ عملت فيها ايه بقى؟ انا عايزه اعرف. راح واخد بعضه وراح ماشي. كانت امها زعلانه وعندي خالتها، راح واخد بعضه وماشي ما بديش يقول. بس انا لما اخر مره شفتها لقيت جسمها بيتنفض ورجلها بتتنفض، الشك دخل في قلبي. حسيت ان في حاجه غلط. ايوه، لاني مش عايز اجبالي
ولا عايزني اروح للدكتور معاه بيها، ولا عايز يتكلم معايا، ولا عايزها تتكلم معايا، ولا تنام معايا تحت عند ستة، عند ست، عند امه هو. يعني انا جاي عشان اشوف بنت بنتي، مش جاي عشان اشوف امك. انا اعمل بامك ايه؟ ما انت محرج على بنتي يعني وبنتها. كان منحها من هي تقعد تتكلم معايا او تشوفها. ايوه محرج عليها خالص انك تكلمني وتقعد تكلمني. انا بقعد اتكلم انا وهي ونهزر انا، كاني صديقه بتحكي لصديقتها. ما هو شال ده كله. طب بدات مكه تحسوا ان هي فيها حاجه متغيره من امتى مثلا؟ من ساعة ما ضربها، من ساعة ما ضربها، دي قبل الواقعة بقد ايه يعني؟ يا دوبك هو كان يوم الحد، فات الحد والاثنين والثلاث، يوم الاربع مموت مكة، اربع تي ثلاث ايام مش اسبوع، ثلاث ايام. لان يوم الحد انا كنت هناك، مشيت يوم الحد بالليل، كان الحد والاثنين والثلاث والاربع كانت مكة ميتة. اتصلوا بي انا يوم الخميس الصبح، قالوا لي بنتك تعبانه، قالوا لي ليش مكة ماتت، قالوا لي تعالي عشان بنت. قلت لهم هو انتوا ما تعرفونيش الا لما تكون ساره تعبانه، وما كنتش اروح. لولا جدها اتصل بيا قال لي تعالي، وقلت لخال ابن خالته اخته امه، قلت لها خلي بالك انت وقريبك ده سلفك اللي قاعد ده، مكة لو جرى لها حاجه انا مش هسكت. لا انا مش هسكت. مكة انا حاسه ان صوتها بيصوت في دماغي. نظراتها طيب كانت عامله ازاي؟ نظراتها ما كانت خايفه تيجي جنبي، خايفه تيجي جنبي، عشان عارفه هي لو جت جنبي وانا خدتها في حضني هتكلمني. يعني انا لو خدتها في حضني وحضنتها كده وقعدت طبطبت عليها هتقول لي في ايه؟ كان مخليها ماشيه كل ما يجي يخرج. هو كان ما كانش حابب ان هي تتكلم؟ لا كان مخوفها ومركب لها الرعب، وكل ما يجي يخرج ياخدها معايا، ما كانش بيخليها جوه في البيت، ما كانش بيخليها تقعد معايا خالص. حتى ما لما دخلت جت عشان تعمل له شاي قال لها انت ما جبتش العيال؟ قالت له خلاها نايمه مع امي. راح كبب الشاي وراح كسر الكوبايه. قال لها سمعت صوت الكوبايه وسمعت الشاي؟ قلت لها يا ساره. قلت لها ده كسر الكوبايه عليك يا ساره. ساره من خوفها قالت لا، قالت لي لا. كان بتخاف منه؟ كان بتخاف منه. انا كم هرجع لحضرتك تاني برضو، بس دلوقتي نسمع من الام والزوجه برضو في نفس الوقت. احكي لنا تفاصيل البدايه، انت في اليوم الواقع بالظبط كنت فين؟ هو انا حضرتك كنت مكلمه ناس كانوا جايبين لي شغل وكده، فكنت بطلع لان هو ما كانش بيرضى يشتغل، وكان قاعد في البيت اخر شهر ده، والشهر اللي هو حصل فيه المواقف دي كلها ما كانش بيرضى يطلع يشتغل خالص، قاعد في البيت. كنت انا اللي بطلع. كان بيخليك انت اللي بتشتغلي؟ انا اللي كنت بشتغل وانا حامل وتعبانه، كنت بسيب معاه البنتين وكنت بطلع اشتغل. طب نرجع بس الاول للبدايه، انت كنت متجوزه من شخص ما وجبتي منه مكة. واتفصلتي عنه وبعدين بعد كده اتجوزتي الشخص التاني؟ اتجوزت اللي هو دوت. جبتي منه بنت؟ جبت منه حياه. ودلوقتي حامل في تمام. يوم شفت يوم الحد اللي كنت بتكلم عليه دوت، كانت انا كنت برضو في الشغل، كان عندي شغل كده، ورحت الشغل وخلصت ورجعت، فلقيت البنت نايمه على الارض جنب امي، بس في حاجه غريبه في وشها غريب وجسمها مش قادره تقف. في ايه؟ في ايه؟ امولي بنتي يا بنتي عملت. انا افتكرت عربيه خبطتها بره بتلعب، حد خبطها. قال لي لا ما تقلقيش ما تقلقيش، دي وقعت في الحمام. زي وقعت في الحمام. فقمت البنت وببص عليها وبقول لها مالك؟ لقيت كتفها من هنا ازرق. انا بصيت في جسمها بعيد ده كله كده، كان من هنا كله ازرق، مش قادره تمشي على رجلها. فيا مكه لقيتها بتبص لي، يعني تحسيها صعبانيه على خوف، على طريقه غريبه، طريقه عينيها نظرتها غريبه. اصلي وقعت في الحمام يا ماما. طلعت في الحمام ازاي؟ راح هو مسبق وقال كانت بتستحمى وقعت في الحمام. حسيت انه كده، يعني مش اول مره بنتي تخش تستحمى لوحدها. بنتي انا وهي بنتخانق ان هي ان انا اخش احميها، تقول لي لا انا اللي هستحمى محدش يحميني. فانا استغربت، فقلت هستنى اما نلم الدور نشوف الدنيا فيها ايه، ونلم الدور وبتاع وهنطلع انا وهي فوق واقعد مع بنتي افهم فيها. جه شد هو وامي ساعتها،
شد مع بعض. ليه بقى؟ عشان امي ما تعرفنيش وتديني الفرصه ان انا افكر ان هو يعني ضارب البيت. ما تنبهكيش او تخليكي تاخدي بالك. فلما لقيته عمال يشتم في امي وامي ما قبلتش الكلام وبتاع، رحت واخده بعضها وراحت ماشيه. فقعدت انا والبنت نتكلم، لقيتها مصره ايه ان هي وقعت في الحمام. وبعدين لقيته هو ايه لما لقى البنت بتعيط راح واخدها ايه في حضنه وقعد يطبطب عليها. فما شكتش ان هو ضاربها او ان هو عمل حاجه، قلت يمكن ايه يمكن امي مثلا زعلانه عليها عشان هي بتحبها بزياده زي ما هو قال. إيه. عدى اليوم دوت، تاني يوم الصبح لقيت البنت تعبانه برضو وخايفه بتاع. فبقول لها مالك يا مكه؟ هو بابا فهد ضربك؟ بس انا بنتي في حاجات غريبه بتحصل. وبعدين اللي معوداها على موضوع النظرات دي امي. هي عاشت مع امي اكتر ما عاشت. انت بتقول لنا ان هي صاحبتك موجوده معاكي وكانت مكه بقى لها اسبوع. ده كان في نفس الاسبوع اللي هو كان في نفس الاسبوع اللي هي قبل ما تتوفى فيه برضه. احكي لنا انت لاحظتي عليها ايه. ابتدت تاني يوم بقى جيت اتكلم معاها، لقيته هو قاعد وبتاع مش راضي يقوم، مش هيتحرك، ما بيتحركش اصلا بمعنى الاصح من جنبي بتاع. فانا صاحبتي جت قعدت معايا شويه، فبتبص لمك كده لقيتها قاعده ورا الباب ما بتتحركش، ما بتتكلمش مع حد، مع نفسها لوحدها، قاعده ساكته حتى، يعني مش بتلعب زي الاطفال، قاعده ساكته. فقالت لها خد يا مكه تعالي مالك؟ فبتقول لها نعم. راحت قالت لها مالك فيها؟ قالت لها ما فيش، تعبانه شويه. لا لا فيكي حاجه، تعالي اقعدي جنبي. راحت قاعده بيني وبينها. فصاحبتي بتقول لها مالك يا حبيبتي؟ احكي لي، احكي لخالته حبيبتك، مش انا خالته اميره حبيبتك، احكي لي مالك فيها. قامت البنت بصلها كده وعايزه، لسه حسيت ان هي هتقول، لا عادي هتقول على حاجه، لانها في وشنا. هي اول ما شافته اتخرست، ما قدرش ولا تتخبى ما فوق ولا تحت. فبيقول في ايه، راحت صاحبتي عملت نفسها ان هي ايه شافت الحته دي ايه فيها حاجه، قالت له ده انا افتكرتها بيبه اللي بتبقى في الشعر ديت وبتاع، عشان نداري ايه على البنت ونغلط عليها عشان ما يتضايقش منها تاني. تالت يوم، تاني يوم اللي هو بعد الموضوع دوت بعد صاحبتي، كان تاني يوم كانت التلات. الكلام ده كان يوم الاثنين بالليل. تمسح المكان معاهم يوم التلات. يوم التلات لقيت بقى مك جت بتتكلم معايا، ماما انا نفسي اكل محشي وبتاع. فقلت لها حبيبتي حاضر من عينيا اجيب لك محشي، ما تقلقيش ليه، بس انا رايحه الشغل بكره يا مكه، اما اجي هجيب لك اللي انت عايزاه يا حبيبتي من عينيا. لقيت البنت راحت قالت لي ماشي يا ماما. شفت بس ماشي ديت ونظرتها اللي هو بصعبانيه، اللي هو مش هتلحقي تجيب لي اكل. خدت بعضي ورحت واخده بعضي تاني يوم الساعه 7 الصبح قبل ما انزل، منبهه على مكه ان الاكل بتاعها في المطبخ وان حاجتها في المطبخ وان الببرونه بتاع اختها لو فضيت تملاها، لان هي بصراحه كانت خدمانه، كانت ايدي ورجلي بمعنى كانت ايدي ورجلي. خدت بعضي رحت مصحيه هو، قلت له تعالى في ورا البيت. فلقيته بيبص عليها قبل ما نتحرك، قبل ما نطلع من الاوضه. قلت له سيبها نايمه، انا اتجاه ان هو بيبص عليها بيشوفها نايمه والله صاحيه بيطمن عليها. لقيته بيبص لها بيبص عليها، فقلت له سيبها نايمه. رحنا واخدين بعضينا ورحنا طالعين، نزلت واقفه ورا البيت. رجعت الساعه 10 بالليل. وانت ما عندكيش اي خلفيه عن ان هي ماتت الصبح؟ بنت ماتت، واتصلوا بصاحبتهم، هم اتصلوا بصاحبتهم، هم جارتهم جات لهم وادوها العيال، وكانت عارفه ان مكه بنتي توفت. اختها هو كان كلمك في نفس اليوم وانتي في الشغل؟ كلمني اربع مرات. اربع مرات يكلمني. كان سياق المكالمات عن ايه؟ الساعه 12 الظهر كلمني بيسالني انت خلصتي ولا لا. انا لسه واصله الشغل الساعه 10، حتى اخلص ايه؟ انا بقى ما بوصل في ساعتين. خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. البنات فين؟ قال البنات بيعملوا بس خلهم الاكل تحت عندهم اهوت وهاكلهم. قلت له ماشي، خلي بالكوا على نفسكم انت والبنات. الساعه 4 اتصل بيا، الساعه 5 اتصل بيا، لحد ما وصلت قبل ما اوصل عند البيت كان بيكلمني. ما بلغكيش ان هي ما بلغنيش وما رضيش يقول لي، اتصل بيا قول لي بنتك تعبانه، بلاش بنتك تعبانه، تعالي عايزك في حوار. هتهالي تدريجيا لحد ما اوصل. طيب انت لما جيتي كانت هي ماتت وكده؟ كانت هي متوفيه من الساعه 10 الصبح. التيشيرت بتاعها او التيشيرت بتاعها اللي متغير صح؟ كانت لابسه ده، هي كانت لابسه ده. بصي انا لقيته حتى متقطع، بصي لقيته متقطع، ده كان سليم. انا ولا ملبسه ولا كان سليم. بصي كان فيه دم ولا هو كان ده؟ ده كان فيه دم وهم غسلوه. مين بقى اللي غسلوه؟ هو والدته.
شوف يعني مكان التنكتة تحت والدته ما اعرفش سكينه ولا هو والدته غسلوه كان دوت واخداه من على السور من على سور يعني والدته هو نزل لوالدته هو اول ما اول ما ضربها وماتت في ايده ولا ما اعرفش عمل فيها ايه وماتت في ايده اللي سمعته من اخته الصغيره بقى هو ان هو نزل جري لامه تحت قال لها الحقيني يا اما ده انا كنت بضرب مكه وماتت في ايدي فمامته طلعت معاه فوق فمامته طلعت معاه فوق تمام عشان تشوف في ايه معرفش هم عملوا ايه انا حتى سايبه الشقه كلها نظيفه ما فيش غير اوضه مكه اللي بتنام فيها كانت وسخه بصراحه ليه لان انا كنت بحط فيها الهدوم والغسيل وبتاع لان انا اوضتي كانت ما فيهاش مكان قلت اوضه مكه تتحط فيها الهدوم بتاعتنا وكده عايز اقول لك ان انا رجعت لقيت الشقه كلها وسخه ما عدا اوضه مكه اللي نظيفه اوضه مكه بس اللي كانت نظيفه كانت متروقه وممسوحه ومتنظفه فانا استغربت ازاي الشقه كلها وسخه اوضه مكه بس هي اللي نظيفه انا اول حتى اول ما شفت البنت قلت له انت اللي قتلتها قال لا والمصحف انا ما قتلتهاش تقول لا انت قتلتها انت لما جيتي لقيتيها مقتوله عملتي اتصرفتي ازاي انا لما شفت المنظر واجهته بحاجتين قلت له انت اللي قتلتها حتى انت كنت ضاربها من الحد اللي فات وخليت البنت كذبت قال لي لا بصراحه انا ربنا الهمني ان انا اقول له على حاجه ما كنتش عارفه تطلع صح ولا كده قلت له لا انت ضربتها حتى بالاماره لما زقتها عند سفل الحيطه خليتها جت على رقبتها لقيته سكت طب انتي خدتيها مثلا حاولتي تغيري لها هدومها تبصي على جسمها حميتيها لا وانا بعد ما غسلت لها جسمها من كان عليها نمل رهيب غسلت النمل من عليها وقعدت بها على الارض ببص على جسمها لقيت بطنها متشرحه وظهرها متنكته انت شايفه النكت ده النكت ده كده دي كان في نكتات مكانها كده في ظهرها ومتجلط كانها مجروره على الارض يعني كانت زي البنت بتجري منه تقول له خلاص او ارحمني هو كان بيشدها برده ظهرها كان متجلط تجلطات وحشه حتى وكيل النيابه نفسه استغرب من منظرها طب انت لما وجهتي له الاتهامات دي في وقتها كان رد فعله ايه قال لك ده النمل قال لي ده النمل اللي عامل فيها كده قال لي انا النمل وما راح النيابه قال لهم اصل انا ما ضربتها وقعت على ظهرها وعلى وشها عايزين نتكلم عن الجزء اللي هو كان متغير في الفتره الاخيره قولي لنا كنت بتلاحظي عليه ايه مؤخرا انا كل اللي كنت بلاحظه عليه ان مره كان ينزل يقعد 10 دقايق ما يكملهمش يروح طالع جري انت مش قلت انت نازل تقعد تحت لا انا اقعد احسن معاكم بدل ما تقعدوا لوحدكم هو كان بيسيبنا لوحدنا اصلا احنا كنا بنبعدين طول اليوم لوحدنا ايه يعني اللي فيها ماشي تمام يقعد يبتدي ما بينامش كان سهران طول الليل انا حتى النوم انا كان بيكبس عليا ان انا نام هو ما بينامش خالص لما والدتي كانت عندنا الفتره اللي بتقول لك عليها كانت عندنا فعلا جيت في يوم سبت البنت مكه مع امي سبت بنته مع امه في نفس الشقه في نفس العماره تحت في الدور الثالث في الدور الارضي واحنا في الدور الثالث قال لي اعملي لي كوبايه شاي قلت له حاضر فعملت له كوبايه شاي وجينا طالعين بقى عشان ننام احنا وست البنات مع امه ومع امي وطلعت فوق وصلنا عند باب الشقه قال لي البنات فين قلت له سيبهم نايمين مع ستاتهم دي نايمه مع ستها ودي نايمه مع ستها راح ماسك الكوبايه راح لازعها في قلب قدام باب الشقه على السلم زي ما راح لازعها في الارض ونزلي هاتي قلت له مش هقدر ولا هقدر اجيب دي من ستها ولا هقدر اجيب دي من ستها كان معترض ان انت تسيبيهم معايا هو عمره ما اعترض ان انا اسيبهم الايام دي كان معترض ان انا اسيبهم هو مش معترض ان انا اسيب بنته هو معترض ان انا اسيب بنتي انا مش معترض ان انا اسيب بنته فدي كان من ضمن ان هو مؤخرا بدا حاجات تتغير بدا معاملتي تتغير ابقى قاعده بتكلم مع البنت ابقى قاعده بتكلم مع البنت بيني وبينها والاقي روح ناطط فوق دماغنا مره واحده مش راضي يتحرك مش راضي ايه يعني في ايه مش له داعي اللي ده كله هو في ايه اللي بيحصل انا شكيت حتى انا لما كنا بنتكلم انا وبنتي على موضوع ان هو طبعا ضربها ولا ما ضربهاش لقيته بيقول لي ما تساليش البنت كتير انا ضربتها ولا لا طبعا على فكره ما سالتهاش عايز اقول لك ان انا 4 سنين لبنتي نكدتني انا يوم 21 سنه من علقه كنت هاكلها لو كانت اعترفت لو كانت اعترفت انا كنت بسالها هو ضربها ولا لا هي اللي نجدتني ناداها لها مكة تعالي هي ماما كانت بتسالك انا ضربتك ولا لا انا بنتي كذبت قالت له لا
دي كانت بتقول لي انت كتفك وجعك، نفس الكلمه اللي انا قلتها، ما هي ما سمعتنيش بس نفس الكلمه اللي انا قلتها. قلت له انا كنت بسالها كتفها وجعها لسه ولا لا. هي لما قالت كده هي نجدتني. انا لو كانت كذبت، لو كانت قالت الحقيقه انا كنت كان ضربني عشان انا بكذب، بس هي اللي كده، هي اللي كذبت عشان تنجدني انا. احكي لنا على اخر كواليس كانت بينك وبين مك قبل الواقع. صعب ان انا اقول لك ان هي كانت تعمل حاجات غريبه يعني. يوم الثلاث دوت عملت كذا موقف كده. كانت حاسه ان هي خلاص يعني جت يوم الثلاث دوت، ماما انا نفسي اكل محشي. لا حاضر يا حبيبتي، بكره رايحه الشغل. اقول لك رايحه بص كده اللي ماشي قاعده قدامي على الكرسي وانا قاعده على الكنبه شايفه ملاك. عارفه شفتي لما تبصي مره واحده كده على بني ادم تحسي ان هو شبه يقول لي للقمر قوم اقعد مكانك. فمتنحت لها وقاعده متنحه وسرحانه وعامله كده وسرحانه. لقيتها جت قدامي، ماما انت زعلانه مني؟ قلت لها لا يا حبيبتي ازعل منك ليه؟ بس انت قاعده متنحالي كده ومش بتتكلمي معايا. قلت لها لا يا حبيبتي والله ما زعلانه منك، بس شايفاكي حلوه يا مك. قالت لي طب يا ماما ممكن تحميني تعملي لي قطط؟ هي كانت تحب قطط زي اللي اختها بتعملها دي. قلت لها حاضر يا حبيبتي. حميتها وعملت لها قطط، 5 قطط في شعرها. لقيتها بست ايدي بست وخدي وحضنتني. ربنا يخليكي ليا يا ماما. قلت لها ربنا انت اللي يخليك ليا يا حبيبتي. لقيتها قاعده ماما يعني هو الكولمان بتاع المايه جنبها. قلت لها ماما ممكن تسقيني من ايدك؟ قلت لها حاضر يا حبيبتي. جبت لها كوبايه المايه وسقيتها، شربت 3 بقات بالظبط وسابت الكوبايه. بعدها انا رحت شاربه من الكوبايه بتاعتها. بعدها قلت لها يا مكه انت بقى اللي سقيني. قالت لي حاضر يا ماما. راحت سقياني. طب على الاكل لما كنتي هتعملي الاكل وكانها كانت حاسه ان هي مش هتاكل. انا في اليوم ده انا بنتي ما انا بنتي ما بتاكلش كتير، بس في اليوم ده بصراحه اكلت 4 مرات اللي انا عملت في الاكل 4 مرات. انا استغربت. انا نفسي حتى بقول قلت لوالدتي لما بعد ما توفت، قلت لها انا ما كنتش اعرف ان هي بتاكل لاخر يوم في عمرها. ما كنتش اعرف. انا عملت الاكل، كنت عامله رز ولوبيا. بنتي اول ما عملت الاكل اكلت. نزلنا تحت انا وهي واخواته هو نجيب حاجات، ولما طلعت حطيت لها واكلت. نامت وقامت الساعه 2 اكلت، وقبل ما تخش تنام بالليل الساعه 2 اكلت. اخر حاجه قالتها لك بالليل قبل ما تصحي تاني يوم الصبح وتروحي الشغل كانت ايه؟ لا هي اخر حاجه قالتها لي وانا ماشيه على الشغل، الله يسهل. بس دي اخر حاجه انا سمعتها منها لما بقولها انا رايحه الشغل عشان اجيب فلوس عشان اجيب لك المحشي اللي انت نفسي فيه. الله يرزقك ويسهل. بس دي اخر حاجه سمعتها. دي اخر حاجه انا سمعتها منها، وكنت مش متخيله ان دي اخر كلمه اسمعها. طب نرجع لجده مكه تاني. حضرتك فاكره اخر تفاصيل كانت او اخر كلام كان لمكه ليكي قبل ما تموت؟ طبعا كانت قاعده مع جنبي وسند عليا كده وقاعده. قلت لها انت زعلانه مني يا تيتا؟ قلت لها لا حبيبتي مش زعلانه منك. قالت لي شايفاكي زعلانه. قلت لها لا مش زعلانه يا حبيبتي. حضنتها وبستها. قلت لها هجيب لك ايه؟ قالت لي هاتي لي طعميه، عيش وطعميه. بعته هو راح جاب عيش وطعميه وحطت لها سندوتش كانته. بعدين قلت لها عايزه حاجه تانيه مكه؟ قالت لي لا بس كمان شويه تجيبي لي حاجه حلوه. قلت لها حاضر يا حبيبتي. طبعا ما لحقتش اجيب لها حاجه حلوه لان كان هو شتمني ساعتها ومشاني. حضرتك كنت شاكه في ان هو ممكن يكون عذبها قبل كده او ضربها قبل كده او دي مش اول مره؟ لا انا كنت قاعده سامعه صوتها وهي عماله تصوت، سامعه صوتها وهي بتصوت بالليل. لما ما نزلت الصبح رايحه الشغل قلت لها هي ساره؟ قلت لها هي مكة كان فادي بيضربها؟ قالت لي لا بس انا سامعه صوت مكة. لما نزلت بقى بعد ماما مشيت ونزلت نازله بتطرق برجلها، راحت ست امه هو بصت لي كده. قلت لها شفتي؟ عرفت ان انا بحس بنتي قبل ما حد يجي جنبها. هي رجلها كانت وجعاها؟ رجلها وكتفها.
كنت انا واخده المرهم ده دهنت لها مني. قلت لها شفتي وعرفت ان هو ضاربها، بس هو محرك عليها يا عيني تتكلم. محرك عليها قريتوه مثلا في حبل؟ لا هي انا روحت الشقه بعد ما الحكومه فتشت كده. طبعا انا لما شفت بنتي من هنا بنخها متطبقه قلت طبيعي، مش طبيعي ان هو يكون عملها لها كده، لازم يكون في حاجه. فقعدت ادور ادور ادور، فبالصدفه اكتشفت ان يوم موضوع مكه ما ماتت دوت بالظبط في حديده كانت موجوده واختفت. فضلت ابحث لحد ما جبت الحديده، وانا سلمتها لوكيل النيابه في الحرس. حديده تخنها كده. انت شاكه يعني انه يكون استخدمها؟ شاكه ان هي دي اللي مربوطه بيها على دماغها، لان يعني البنت دماغها متفتته من هنا من جوه لدرجه ان هي باظت من بره. خليتي في اي ادوات تانية مثلا تعذيب او كده ولا هي؟ لا مفيش بقى. موضوع التشريح اللي في بطنها ده معرفش اصلا هو ده من ايه، معرفش ده موس ولا دي سكينه ولا ده ايه. والجلطات اللي في ضهرها، التنكيت اللي في ضهرها ده بردك يعني الله اعلم، ده دي سكينه. انا بردك في سكينه كانت مختفيه عندي لقيتها موجوده. بعد ما هم مشوا. طبعا دلوقتي في انتظار تقرير الطب الشرعي هو اللي هيوضح. ايوه التقرير الطبي بقى هو اللي يثبت لي هو ايه اللي حصل، لان انا الشك خلاص انا ما بنامش من كتر ما انا عايز اعرف هي عملت له ايه وهو ليه عمل كده. هو مدام يعني هو قتلها ودمر نفسه ودمرني ودمر بنته. طب ايه الرساله تحبي توجهها له هو دلوقتي؟ تقولي له ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم. انت دلوقتي حامل منه الطفل التاني؟ انا جبت لك عيلين، ما كانش حيلتي غيرها هي بس اللي يعني هي غريبه عليك بس مش غريبه عليا. ليه عملت معاها ده كله؟ تحبي تقولي لك ايه دلوقتي؟ سامحيني سامحيني يا بنتي، انا ما بروح لها ازورها، بحس ان هي جوه في التربه بتعيط، بحس ان هي بتعيط، بسمع صوتها، ببقى حاطه ودني على التربه كده ببقى حاسه ان هي بتعيط، اقعد اعيط جنبها، لا معلش انا اسف سامحيني. حتى انا عارفه ان مش عارفه هتسامحيني. كانت معتبراها باباها بتقول له هي كان من يوم ما وعيت عليه ووعيت ان هو موجود في حياتنا بقت تقول له يا بابا، بقت تقول له يا بابا. حضرتك تحبي توجهي له ايه دلوقتي؟ اوجه اقول له حسب الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك، اللي انت عملته في مكه يتعمل فيك، وكل ألم اديته المكة وكل ضربة اديتها المكة تاخد قدها أجر الألف مكة الألف مرة ألف مرة، عشان مكة ما تستاهلش منك ده كله. مكة ما كانتش تستاهل منك ده كله، ما تستاهلش انها تتضرب، ما تستاهلش انها تستغفر الله العظيم، ما تستاهلش ان تموت منك الموتة دي، الموتة اللي احنا شفناها فيها دي. ده لو واحد بيمسك واحد قدامه بيضربوا الضرب ده مش يضربوا الضرب ده. انت بس محدش شافها، وكل النيابه بقى يقول بقى واقف يستغرب ازاي طفله زي دي تتعمل فيها ده كله. تحبي تقولي لمكه ايه؟ قول لها يا قلبي زي ما كانت بتقول لي، يا قلبي يا روحي يا عقلي سامحيني، انا اللي سبتك لامك ولجوز امك، سامحيني يا مكه، ما كانش قصدي ان انا يجرى لك ده كله، سامحيني يا مكه يا حبيبتي سامحيني، انا السبب اللي والدتك لامك ان امك خدتك مني، اكتر من كده مش هقول. بشكر حضرتك. طب هنا الكلام دي كده.